الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين، قال: محمد هو ابن مالكي، احمد رب الله خير مالكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هو محمد بن مالك الطائي نسبا، الجياني مدينة أو الجياني مدينة، الأندلسي إقليما، والأندلس معروفة هي اليوم إسبانيا والبرتغال، وكانت للمسلمين أمضى المسلمون فيها 8 قرون، من عام 92، من سنة 92 إلى سنة 897، كان خروج آخر المسلمين منها سنة 897، كان آخر حكامهم أبا عبد الله الأنصاري. ومن أراد رثاء الأندلس فعليه بقصية الرندي أبي البقاء: لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. وهذه الدار لا تبقي على أحد، ولا يدوم على حائل لها شان، إلى أخيها. وهي 37 بيتا التي أحفظه الذي أحفظه منها. قال أحمد: رب الله خير مالكي. حمد الله سبحانه وتعالى، أثناء ربه الحمد لله، الثناء عليه بالجميل الاختياري، مصليا على النبي المصطفى، مصليا منصوب على الحال، أي أحمد الله حال كوني مصليا على النبي المصطفى. وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء له، وصلاة الله عليه رحمته له، وصلاة الملائكة له الاستغفار له، وآله المستكملين الشرف. آل النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم، أو هم وبنو المطلب، وعند الإطلاق أمته صلى الله عليه وسلم آله. قال رحمه الله: استعين الله في ألفية. قال: استعين الله في أرجوزة من ألف بيت. والألفية التي أمامك ألف بيت في الحقيقة وبيتان، واستطعت أن أتوصل إلى أن فيها بيتين منقولين من الكافية، ووضعا فيها أحدهما في نواصب المضارع، وهو قوله: والأمر إن كان بغير فعل فلا، تنصب جوابه وجزمه اقبلا. والثاني في الوقف، وهو قوله: ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحرك بناء لزم. والدليل أنهما ساقطان من بعض النسخ الألفية، وأن معناهما مستغن عنه، فهما بمنزلة تفصيل لإجمال وقع في الأبيات التي بجانبهما، فهما زائدان. نسخ الألفية ساقطان من بعض النسخ الألفية، جيء بإمام الكافية، ومعناهما يمكن أن يستغنى عنه. من وضع النسخ ولا من وضع إمام؟ لعل بعضهم أضافهم، لعل بعضهم أضافهما. وإذا استبعدت البيتين صارت ألفية ألف بيت بالضبط. رحمه الله: أسعي الله في ألفية أرجوزة من ألف بيت، مقاصد النحو وغاياته بها محوية. هذا ما قاله، وجاء في آخر الكتاب وقال: وما بجمعه عنيت، وقد كمل نظما على جل المهمات، اشتمل ليس على كلها. قال: تقرب الأقصى البعيد بلفظ موجز، أي كثير المعنى وقليل له، وصدق في هذا والله. وتبسط البذل العطاء الكثير بوعد منجز لا مخلف، وتقتضي تطلب منك أن ترضى ولا تسخط عليها، فإن فيها اختصارا شديدا. فائقة ألفية ابن معطي، قال: ألفيتي فاقت ألفية ابن معطي. وابن معطي مغربي مثله، هو يحيى بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي الجزائري، توفي بالقاهرة 628، وألفيته متداولة. وقال بعضهم: فاقتها هذه في حسن السبك، وأنها في بحر واحد، وتلك في بحرين. وقالوا: تلك فاقت في عذوبة الألفاظ. وإذا كانت فاقتها، قال العذر لابن معطي:
ألف ألفيته وعمره 30 عاما، وهذا ألف ألفيته بعد أن انتهى في علوم النحو كلها، فالعذر له. وقال بعضهم أنت فقهاء أصلا. قال محقق ألفية بن عطية، قال أهم ما توصلت إليه أن ألفية بن مالك لم تفقها، وابن مالك لا يظن بها أن يكذب، لكن هذا ظنه. جاء السيوطي بعده ب100 عام وقال عن درته: فائقة ألفية بن مالك لكونها واضحة المسالك، ولكن لم يستمع أحد له. قالوا للآثار ألفية، ولابن معطي ألفية، وللسيوط ألفية، ولكن الله كتب البقاء لهذه لألفية بن مالك. قال رحمه الله: وهو بسبق حائز تفضيلا، ابن معطي سبقني فله مزية، مستوجب ثنائي الجميل يستحق أن أثني عليه، والله يقضي به بعد عطايا كثيرة لي وله في درجات الآخرة، والله أعلم. شيخ، الأبواب اللي يقفلها فراشد ترك رحمه الله تعالى باب التقاء الساكنين، وترك باب صوغ مثال على مثال، وترك باب القسم ذكره في التسهيل وغيره، ولكنه ألم ببعض مباحث باب القسم. قال في باب المبتدأ الخبر: وبعد لولا غالبا حذف الخبر حتم وفي نص يمين استقر. جاء بعض أحكامه في جواز المضارع، قال: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، ولكن لم يفرد له بابا.